بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في الفيديو رقم 44 من مجموعة الفيديوهات اللي بنسجلها واللي كالعادة بننشرها على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي اسمها احمد توفيق facebook.com/توفيق فانز، وعلى الشانل بتاعتنا على اليوتيوب اللي اسمها احمد توفيق youtube.com/@احمدتوفيق1. وطبعا كالعادة احنا متعودين ان الفيديوهات دي بعنوان CCNA exam اللي بنشرح فيها حل الضم الاخير لامتحان CCNA 200-301. ابقوا معنا. تعالوا ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش عليكم ونبدا ذا كويستشن 431. بيقول لحضرتك which json data type is an ordered set of attribute value pairs. مين من الداتا تايب دول، مين من انواع الداتا دول يعتبر an ordered set of attribute؟ ماشي. طبعا ده سؤال برمجه وحضراتكم ما بتحبوش البرمجه، لان ما دام دخلت نتورك يبقى انت بتكره البرمجه، فاكيد انتوا بتكرهوا النوعيه دي من الاسئله. يا ترى الاري ولا السترنج ولا الاوبجكت ولا البوليان؟ طبعا حضراتكم عارفين ان الاري تعتبر ordered set of attribute مش ان ordered، لا دي لازم تكون ordered. وانتوا عارفين ان السترنج بتكون جمل كلمات كده، ما بتبقاش set of attribute اصلا. يبقى مين؟ الاوبجكت. طبعا الاوبجكت هي اللي set of attribute ومش شرط تكون ordered، هي ان ordered عادي. لكن طبعا انتوا عارفين البوليان بتكون ايه؟ يس اند نو، فهي مش سيت اوف اتريبيوت. يبقى كده الاجابه رقم مين يا جماعه؟ رقم سي، الاوبجكت هو اللي يعتبر ان اوردرد سيت اوف اتريبيوت. كلام سليم. كويستشن 432 بيقول لحضرتك ان نتورك انجينير ماست كونفيجر ذا راوتر ار 1 جيجا ايثرنت 1 على 1 انترفيس تو كونكت تو ذا راوتر ار 2 جيجا ايثرنت 1 على 1 انترفيس. يبقى كده عندك راوترين ار 1 وار 2 هيتوصلوا من جيجا 1 على 1 في ار 1 لجيجا 1 على 1 في ار 2. ماشي. بيقول لك for the configurations to be applied the engineer must compress the address. ياه، المفروض يكمبرس الادرس ده. ده طبعا اي بي فيرجن 6 which command must be issued on the interface. طبعا البدايه كلها اي بي في 6 ادرس، هو بس هو مش بيختبر هنا الاي بي فيرجن 6، لا هو بيختبر انك انت فاهم عمليه الكومبريس ضغط الاي بي فيرجن 6. طبعا الاصفار الشمال بتتشال، مجموعه الاصفار المتتاليه بتتشال وتحط مكانها دبل دوت دبل دوت. يعني تعالى كده ما نبص على واحد 2001 نزل زي ما هي تمام 0 دي بي 8، لا اركن دي على جنب لان المفروض تبقى دي بي 8. تعالى نبص على بي 2001 تمام دبل دوت 0 دي بي 8 شال الصفر للناحيه الشمال فبقى دي بي 8 تمام. وبعدين مجموعه اصفار كتير متتاليه شالها وحط دبل دوت دبل دوت، كلام سليم. وبعدين 0 500 سار الشفل شال الصفر لناحيه الشمال فبقت 500، كلام سليم. وبعدين 3 اصفار A بقت A، كلام سليم. وبعدين 400 F بقت 400 F زي ما هي. وبعدين 5 8 3 B تمام، B صح بنسبه 100%، يبقى اكيد C ودي غلط. تعال ما نشوف C 2000 هو هنا ما حطش دبل دوت، خلاص ما تكملش ما تكملش. شال الصفر اللي قبل الدي بي 8، شال الصفر الشمال بس ما حطش دبل دوت، يبقى دي غلط. تعال نشوف دي 2000 دبل دوت دبل دوت، لا ثانيه واحده، انت حطيت دبل دوت دبل دوت ليه؟ انت شلت ايه؟ المفروض دي بي 8 تنزل زي ما هي. يبقى تمام الاجابه رقم بي ما فيهاش جدال، كلام سليم. طيب 433 بيقول لحضرتك what is the benefit of using the first hop redundancy protocol. طبعا من اسمهم first hop redundancy protocol، بروتوكولات بتعمل redundancy على الجيت واي على الفيرست هوب اللي هو ال HSRP وال VRRP وال GLPP. الاجابه رقم ايه؟ بيقول لك ان هو بيرديوس المانجمنت، مش محتاج تكمل، بيقلل المانجمنت. لا مانجمنت ايه؟ هو ملوش علاقه بالمانجمنت اصلا، هو بيعمل redundancy على الجيت واي. طب بيعمل عمليه balancing للترافيك اكروس. بص يعني ماشي، خلينا نكمل الاجابه رقم بي. بيعمل بالانسنج للترافيك اكروس مالتيبل جيت واي، بيعمل بالانسنج عن طريق اكتر من جيت واي ان بروبورشن تو ذير لود، بناء على اللود بتاعهم. يعني عايز اقول لك ان انت ممكن في ادفانسد بيهيفير شويه تعتبر الاجابه رقم بي صح، لان طبعا لو انت حطيت اكتر من جروب على الاتش اس ار بي او على الفي ار ار بي انت تقدر تعمل بالانسنج على الترافيك، بس طبعا بناء على اللود يبقى انت كده بتقدر تعمله في الجي ال بي بي. بس عموما خلي الاجابه بي على جنب شويه، لو لقينا اجابه صريحه اصح يبقى هي، ما لقيناش يبقى خلينا في الاجابه رقم سي. بيقول لك ان هو هاير ديجري اوف افيلابيلتي، شكرا سلام عليكم. الاجابه رقم سي طبعا اجابه صريحه. ما هو ايه هو الريدندنسي؟ ان لما حد يقع يبقى عندك باك اب ليه، ولما يقع يبقى عندك باك اب ليه، فهو ده الايه؟ الهاير ديجري اوف افيلابيلتي. يبقى الاجابه سي صح بنسبه 100%، هتلغي الاجابه بي، يبقى انا موافق على سي خلاص. ولا ده بيرديوس الارب ترافيك اون ذا نتورك؟ لا طبعا الارب ايه اللي بيقلله، يبقى هو هاي او هاير ديجري اوف افيلابيلتي، الاجابه رقم سي، كلام سليم.
طيب كويستشن 434 بيقول لحضرتك which two quality of service tools provide a congestion management car CBW FQ BQ PPR FRTS طبعا طبعا PQ اللي هو البريوريتي كيو وعندك الكلاس بيست ويت فير كيو بي وسي لو مش فاكرهم احنا حلينا على فكره مساله دراج ودروب كان فيها حوالي 5 أو 6 انواع من الكواليتي اوف سيرفيس وشرحنا كل نوع فيها في عجاله كده ارجع لها في الدراج ودروب من حوالي 3 أو 4 من حوالي 5 فيديوهات كده يبقى انواع الكواليتي اوف سيرفيس كونجستشن مانجمنت الكلاس بيزد ويت فير كيو والبريوريتي كيو الاجابه رقم بي والاجابه رقم سي كلام سليم كويستشن 435 بيقول لحضرتك ريفير تو ذا اكزبت ويتش كوماند ماست بي اكسكيوتد فور جيجا ايثرنت 1 على 1 دي جيجا ايثرنت 1 على 1 اون سويتش 1 تو بيكم ا ترانك بورت اف جيجا 1 على 1 اون سويتش 2 هو عايز يخلي ده ترانك اذا كان جيجا 1 على 1 على سويتش 2 اللي هي دي از كونفيجرد ان ديزايربل اور ترانك مود يعني دي ديزايربل او ترانك يبقى اللي قدامها المفروض تبقى ايه تبقى اي حاجه يعني لو بقت ديزايربل هيفتح ولو بقت ترانك هيفتح ولو بقت اوتو هيفتح اون اوتو ديزايربل ده ينفع ماشي الاجابه رقم ايه بيقول لك ان احنا نكتب عليها سويتش بورت مود ترانك ايه صح طبعا الاجابه بي سويتش بورت مود دوت 1 تانل طبعا الاجابه بي غلط ما فيش الامر ده اصلا الاجابه سي سويتش بورت مود دايناميك اوتو صح طبعا ودايناميك ديزايربل صح ما هو ترانك اللي هي اون واوتو ديزايربل ما هي الاوتو هتفتح لو اللي قدامها ترانك او لو اللي قدامها ديزايربل لان كده كده ديزايربل بتبعت رساله والترانك بتبعت رساله فكده اي وسي ودي صح اي وسي ودي صح هو اختار الاجابه رقم سي اللي هي الدايناميك اوتو بص اقول لك على حاجه طبعا احنا ما عندناش جدال ان لو السؤال بالشكل ده يبقى اي وسي ودي هما الصح بي طبعا غلط بس لو انت عايز تخلي الاجابه رقم سي هي اللي صح ممكن تزود كلمه واحده تخلي الاجابه سي هي بس اللي صح ها فكر كده اقرا السؤال تاني كلمه واحده لو زودتها هتخلي الاجابه سي هي اللي صح ريفير اجابه سي بس ريفير تو ذا اكزبت ويتش كوماند ماست بي اكسكيوتد على جيجا 1 على 1 اون سويتش 1 تو بيكم ا ترانك بورت لو ايه الامر اللي تكتبه هنا علشان تخلي دي ترانك لو كانت اللي قدامك ديزايربل او ترانك الاجابه الصح ايه وسي ودي لو خليت دي ترانك او خليت دي اوتو او خليت دي ديزايربل هتقلب ترانك طبعا عذرا ها حد خمن الكلمه اللي ممكن تتكتب في السؤال ده فتخلي سي بس هي اللي صح لو زود كلمه تو بيكم باسيف ترانك او تو باسيفلي بيكام ترانك ما هو كلمه باسيف معناه ايه معناه ان الانترفيس بتاعتك تبقى اوتو فلو في كلمه باسيف هنا اختار الاجابه رقم سي فقط لكن ما فيش كلمه باسيف يبقى ايه صح وسي صح ودي صح كلام سليم طيب كويستشن 436 بيقول لحضرتك ريفير تو ذا اكزبت Only 4 switches are participating in the VLAN spanning tree process. الأربع سويتشات دول شغالين في spanning tree. Branch 1 بروتي مش عارف كام وبرانش 2 بروتي مش عارف كام وبرانش 3 بروت 0 وبرانش 4 root primary. كلام سليم. Which switch become the permanent root? أنا بتقالي حليت سؤال زي ده قبل كده. مين الكوماند أو مين السويتش اللي هيبقى permanent root bridge for VLAN 5؟ طبعا الروت بريدج هو صاحب أقل priority. وما فيش بريوريتي اقل من مين يا جماعه اقل من الصفر ايه ده ثانيه واحده طب ما امر روب برايمري يعني معناه كن انت الرئيس امر روب برايمري شغال سليم 100% لحد لما البريوريتي بتاعت الرئيس الحالي تبقى 4096 اللي تقول له روب برايمري مفروض ينزل بمقدار ستيب عن الرئيس الحالي فبدل 4096 مفروض يبقى صفر السويتش ما ينفعش ينزل صفر اوتوماتيك حتى ساعتها السويتش هيطلع لك سيسلوج مسج يقول لك ان الرئيس الحالي بريورتي 4096 وانا عشان ابقى رئيس لازم البريورتي بتاعتي تبقى صفر وانا ما ينفعش البريورتي بتاعتي تبقى صفر مانيوالي لازم انت اللي تكتب امر سبانينج تري رينج من الفيلانات بريورتي صفر فالامر اللي هيضمن لك انك دائما وابدا هتكون رئيس هو امر او بريورتي صفر يبقى دائما وابدا سويتش رقم 3 برانش سي برانش 3 يبقى الاجابه رقم سي كلام سليم
طيب question 437 بيقول لحضرتك a network administrator must configure SSH for remote access to router R1، عايز يفتح ال SSH على الراوتر ده. The requirement is to use public and private key، عايز استخدم public and private key pair to encrypt. معلش انا اسف مش هقدر اعلي صوتي عشان زوري بدا يبوظ. بيقول لك the requirement is to use the public and the private key pair to encrypt the management traffic to and from the connecting client، عايز الداتا اللي راحة الى واللي جاية من الكلاينت الكونكتد تكون encrypted. Which configuration when applied meet the requirement، مين الكونفيجريشن اللي لما تستخدم هتنفذ الكلام ده؟ طبعا في كله enable configure terminal IP domain name مش مشكلتي. الكريبتو كي جنريت مفروض RSA علشان يعمل عملية الانكريبشن دي public و private للداتا الراحة والجاية بالSSH، مفروض الامر كده من على global configuration crypto key generate RSA، وبعديها في شوية options كتير من ضمنها طبعا public key والprivate key وحاجات كتير قوي. وطبعا الطول بتاعه ب 1024 على فكرة، اللينس او سايز بتاعه ب 1024. فطبعا الاجابة رقم ايه كاتب crypto key generate EC؟ لا طبعا هي RSA. رشير شامير ادلمان، الاجابه رقم بي اللي هي كريبتو كي جنريت ار اس اي، بعديها سيبك منه مش مشكله، اهم حاجه كريبتو كي جنريت ار اس اي، يبقى الاجابه رقم بي صح 100%. الاجابه رقم سي كريبتو كي جنريت اي سي، لا طبعا. الاجابه رقم دي كريبتو كي انكريبت، لا جنريت، يبقى الاجابه رقم اوبشن بي. كلام سليم. كويستشن 438 بيقول لك وين ديبلوينج السيسلوج which severity level looks informational messages، طبعا الانفورميشنال دي بتعتبر في severity level 6. severity level 6 الاجابه رقم دي طبعا. لو انت مش فاهم الكلام ده او لو مش عارفه ارجع لفيديو موجود على الشانل قديم شويه من 2014 اسمه السيسلوج والاس ان بي والنت فلو، انت تعرف منه السيفيريتي ليفلز من 0 ل 7 كل واحد فيه ايه. وطبعا لما يبقى السيفيريتي ليفل 6 انفورميشنال بيجيب كل الليفلز تحتيه، يعني بيجيب 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6، تمام؟ السبعه كلهم هيجوا. طيب 439 بيقول لحضرتك ان انجينير اوبزرف هاي يوسج اون ذا 2.4 جيجا هرتز شانل، طبعا ده كده وايرلس 2.4 جيجا فيها زحمه، اند لوور يوسج اون ذا 5 جيجا هرتز شانل، ماشي في زحمه على 2.4 والدنيا اذيل على 5 جيجا. فبيقول حضرتك what must be configured to allow the client to preferentially preferentially جاي من prefer اللي هو يفضل، يعني preferentially use the 5 جيجا هرتز access point. ايه اللي نعمله علشان نخلي اليوزر يموف لل 5 جيجا هرتز؟ طيب الاجابه رقم ايه بيقول لك ان احنا نعمل ري انكر للروم كلاينتس، ولا نعمل 802.11acmumimo، ولا نعمل OEAP split tunnel، ولا نعمل client based select. طبعا re-anchor roamed clients بنعملها لو احنا عندنا clients بتتنقل movement mobility، بتتنقل من antenna لantenna تانية وعايز احافظ على ال connection بتاعة اليوزر لما يجي اتنين من antenna لantenna تانية، يعني في حالة الموبيلتي من الاخر ملهاش علاقة بحتة ان واحد زحمة وواحد avail يبقى ايه غلط. طيب الاجابه رقم بي اللي هو 802.11c مالتي يوزر مالتي انبوت مالتي اوتبوت، طبعا 802.11c يا جماعه ده اللي بيستخدم علشان نخلي انتنه واحده تقدر تكومينيكيت، او نخلي اكسس بوينت واحد يقدر يكومينيكيت سيمالتينيسلي مع اكتر من يوزر، يبقى ملهاش علاقه بان في اكسس بوينت زحمه او باندويث 2.4 زحمه وبند 5 فاضي، ملهاش علاقه بيها خالص. طيب الاوفيس اكستندد اكسس بوينت سبليت تانل، طبعا دي حاجه بنستخدمها لما بنبقى شغالين فليكس كونكت موديل، ودي وظيفتها انها بتعمل سويتشنج لبعض الداتا لوكالي وسويتشنج لبعض الداتا سنترلايزد، يبقى ملهاش علاقه بالموضوع خالص. طبعا اكيد اكيد يبقى ايه يا جماعه الاجابه رقم دي اللي هو كلاينت بيزد سيلكت. احنا اتكلمنا على فكره على سؤال قبل كده زي ده، الكلاينت بيزد سيلكت ده لما يبقى عندك افيلابيلتي عند اليوزر انه يقدر يستخدم اكتر من تشانل، عنده ديوال تشانل، وفي الغالب ديوال تشانل دي اللي احنا بنتكلم في 2.4 و5 جيجا. طبعا ال 2.4 في الغالب بتكون كونجستد، لان ال 2.4 بيبقى فيها الكوردلس فون، بيبقى فيها المايكرويف اوفن، بيبقى فيها البلوتوث، فيها حاجات كتير قوي، فدايما اكيد دي هتبقى زحمه. فلما نبقى عندنا خاصيه الكلاينت بيز سيلكت نقدر ان احنا موف للافيل اللي هي ال 5 جيجا هرتز، يبقى اكيد الاجابه رقم دي. كلام سليم.
طيب كويستشن 440 بيقول لحضرتك انا ادمنستريتور ماست سكيور ذا وايرلس لان كنترولر فروم ريسيفنج سبوفد اسوشيشن ريكوست. انت عندك وايرلس لان كنترولر اللي هو بيمانج مجموعه من الاكسس بوينتس، في واضح كده ان في هاكينج على سبوفنج ماك بيدخل على الديزاين ده. ماشي، في سبوفنج اسوشيشن اسوشيشن ريكوست كدابه سبوفد، يعني ناس عامله ماسكريدنج، ناس هاكر عمالين بيبعتوا ريكوستات للراجل ده. فيقول لك which steps must be taken to configure the wireless LAN controller to restrict requests. عايز يلغي ريكوستات دي and force the users to wait 10 ملي سكند، وعايز يخلي اليوزر يستنى 10 ملي سكند to retry an association request في الاسوشيشن ريكوست بتاعه. ماشي، الاجابه رقم ايه؟ بيقول لك ان احنا enable security association tear down protection، اكيد دي اند and set the SA query اللي هي الـ Security Association query time out to 10، ولا نينيبل الماك فلترنج ونخلي الـ SA query time 10 برضو، ولا 802.1x layer 2 security ونست الـ comeback timer ل 10، ولا نينيبل الـ Protected Management Frame Service اللي هي الـ PMF Service and set the comeback timer إلى 10. بصوا يا جماعه، الاس اي تايمر اللي هو السكيورتي اسوشيشن تايمر، يعني الاجابه ايه؟ تنفع ان احنا نعمل سكيورتي اسوشيشن تير داون داون، الاجابه دي تنفع على فكره، بس حته السكيورتي اسوشيشن كويري تبقى 10 لا، اصلا السكيورتي اسوشيشن كويري اقل حاجه 100 ملي سكند واكبر حاجه 500 ملي سكند، فبالتالي الاجابه ايه؟ ما تنفعش، خلاص كبر دماغك لان مفيش اصلا في السكيورتي اسوشيشن 10 ملي سكند. طيب انيبل ماك فلترنج، اه على فكره ما هو الماك فلترنج من ضمن الحاجات اللي احنا بنفلتر بيها الناس الانسورايز، المكات اللي احنا مقلقين منها، يعني اجابه كويسه تنفع، بس برضو الاس اي السكيورتي اسوشيشن تايم ما ينفعش يبقى 10، اقل حاجه 100، وهو هنا بيقول لك احنا عايزين ده بقى اللي هو الكم باك تايمر، ده الكم باك تايمر، يبقى انت كده بتتكلم في سي وبتتكلم في دي. طب نينيبل 802.1x لير 2 سكيورتي، طبعا احنا عارفين 802.1x ده المسؤول عن انه يقول مين يعدي ومين ما يعديش، ان انا بحدد مين، بس ده طبعا بيحتاج التريبل اي اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اكاونتنج، بيحتاج جراديا سيرفر او تكاك سيرفر. ونخلي الكمباك تايم 10، اجابه كويسه، بس الاجابه رقم دي اقوى منها بكتير، انك انت تنيبل البروتكتد مانجمنت فريم، ده هو وظيفه البي ام اف، يعني ده اللي هو اسمه 802.11w، لو انت عايز تسيرش عليه في الوايرلس اي تريبل اي 802.11w اللي هو البي ام اف اللي هو البروتكتد مانجمنت فريم، وظيفته الاساسيه انه بيحميك من النوع ده من الهاكينج، من اللي هو السبوفد اسوشيشن ريكوست. تمام، يبقى الاجابه رقم دي 100% صحيحه، هو بيتاكد من الريكوستات اللي جايه هي حقيقيه ولا دي سبوفد ولا ايه بالظبط، وطبعا الكمباك تايمر فيها هيبقى بكام؟ هيبقى ب 10 لانه عايز اليوزر ينتظر 10 ملي سكند، يبقى الاجابه رقم دي. طبعا الاجابه رقم سي لا طبعا، لا 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 لا، بص الاجابه سي كانت تبقى صح لو الاجابه دي مش موجوده، انك انت تعمل 802.1x، بس على فكره 802.1x يبقى زي ما قلنا من شويه انك انت هتحتاج لتريبل اي سيرفر وهتحتاج رادياس وتكاك وحدوته كبيره، بس مش بقوه البي ام اف ال 802.11 W. ده هو وظيفته اصلا ان هو 802.11W اللي هو البروتكتد مانجمنت فريم، ان هو يحمي الوايرلس لان كنترولر من من النوعيه دي من الهاك، يبقى طبعا الاجابه رقم دي. كالعاده في النهايه انا ان شاء الله مش هسجل فيديوهات تاني لان النهارده، يعني النهارده مش هسجل فيديوهات تاني لان انا اعتقد سجلت النهارده 4 فيديوهات وكان عندي ضغط شغل كمان، فكفايه عليكم كده عشان تلحقوا تذاكروا. طبعا الناس اللي حاجزه الامتحان او اللي ناويه تمتحن ضروري تفهم الاسئله كلها، اوعى تحفظ الاسئله. في العاده كالعاده في النهايه لو حسيت باي استفاده ارجوك لا تنساني من الدعاء بالخير بظهر غيب، اي خير. سعدت بلقائكم، اتمنى ان اكون قد اسعدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.